أظهرت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بالأسعار الحقيقية بنسبة 2% وبنسبة 10% بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام 2021 مقارنة بالربع ذاته من العام 2020. ويتضح في تقرير الحسابات القومية أن النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بالأسعار الحقيقية والجارية.